أصبحت صانعة الرقائق الأمريكية إنفيديا ثالث أكبر الشركات المدرجة على مستوى العالم من حيث القيمة بعد أبل ومايكروسوفت. وجاء هذا الإعلان بعدما ارتفعت القيمة السوقية للشركة الأمريكية في بورصة وول ستريت إلى مستويات 2.6 تريليون دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تغلق فيها أعلى مستوى تريليوني دولاري، وذلك تتجاوز القيمة السوقية لشركة إنفيديا قيمة أرامكو السعودية والبالغة 2.3 تريليون دولار، وذلك بعدما ارتفعت أسهم إنفيديا بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بدعم من الأرباح القوية التي عززتها طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث استطاعت شركة الرقائق الأمريكية أن تحقق ارتفاعاً هائلاً في إجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 265% عن العام الماضي مدفوعاً بأعمال الذكاء الاصطناعي المزدهرة. ويذكر أن سهم إنفيديا تضاعف بأكثر من 6 مرات منذ نهاية عام 2022 مع سيطرة شركة إنفيديا على سوق صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.